السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد أخبار جديدة. خوتي خواتاتي كالعادة، فيديو اليوم شاعل شاعل قدام المحكمة ديال فاس اللي نايضة فيها القربالة على ستاري بوكريشا، اللي البنات ديالو، الزوجة ديالو الثانية، وكل شيء كل شيء، الأم ديالو، كلهم جالسين تماك في المحكمة، لأن اليوم اللي كاين الحكم حنا ما عرفناش، كيتسناو النتيجه ديال الحكم. ولكن حنا اللي كنعرفوا ان سداري بوكريشا مشى فيها اليوم، كنعرفوا انه مشى فيها وعليه بزاف ديال الطواسه خانزين، وبزاف ديال الشكايات، وبزاف ديال المشاكل اللي داير، منهم انه الاغتصاب ديال البنت ديالو، ولا ما عرفتش كيفاش كيسميوها الخوت ديال هذاك الشيء ديال، المهم العلاقات المحرمه بينه وبين بنته. المهم القضيه حامضه حامضه حامضه. انا غادي نخلي لكم الصوت ديال بنته وديال مرته، كيغوتوا كينوضوا العداوي لعباد الله. الروينه 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 نايضه قدام الباب ديال المحكمه، ولكن لهلاي يطيح شي واحد في هذا الموقف. ولكن اللي كنشوفوا ايضا الاخوان، الا كان فعلا داير داك الشيء مع بنته، اللي كتقول سعاد كيفاش بنته كتبكي عليه وما عجبهاش الحال ان باها يمشي للحبس، ولا باها يمشي لذاك البلاصه. فعلا حتى واحد ما يبغي الاب ديالو يمشي لذاك البلاصه، ولكن الا كان الاب ديالو ديالها عامل ذاك الفعله اللي كتقول سعاد، فمستحيل انها تبكي على باها بهذه الطريقه، ومستحيل ايضا انها دير هذه الحاله كلها على باها. المهم الاخوان والاخوات، حنا اللي كنعرفوا حاجه وحده، الله يطلق سراح كل مسجون مظلوم، والا ما كانش مظلوم الله ياخذ الحق في هذوك اللي كيديروا المشاكل. ولكن اللي دخل الحبس بالظلم وماشي بشي حاجه، الله يطلق سراحه لوليداتو، ولا كانوا ما مزوجينش لوالديهم، وهكا اخوتي الله يحسن العوان الجميع. غادي نخليكم مع يسرى، وغادي تسمعوا يسرى شنو كتقول قدام الباب ديال المحكمه، وهما كينتظروا الحكم ديال الحكم النهائي ديال القاضي قدام المحكمه. ما عرفناش واش اليوم ولا مازال. المهم السداري بوكريشا مازال تماك مشدود، ومازال ما تطلقوهش، ومازال تحت المراقبه، وعاد مازال غادي يتم الحكم، لان الحكم لم يتم بعد. مازال الاخوان والاخوات، الام ديالو حتى هي مسكينه، ما نقولكمش في حاله يرثى لها، بناته في حاله يرثى لها. ايضا السريعه حتى هي ما عجبهاش الحال، فسي توتافي نورمال هذا الشيء، الانسان غادي يبقى في يوم الحال. وكيف ما سبق لي وقلت الاخوان، الا كان ما داير حتى حاجه راه فعلا يبقى في يوم الحال. خليكم معايا يسرى الاخوان امام المحكمه، ونقول لكم انا ما تنسونيش بلي لايك في الفيديو، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات. ما تنسوش ايضا تشتركوا اللي يمر بالصدفه ويشوف القناه ديالي، يضغط على الزر الاحمر والجرس باش يتوصل بكل جديد كنزلوه على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. ايضا ما تنسونيش بالتعاليق لتحت، اكيد اكيد كيهموني. وخليكم مع يسرى. مريم شعلي اللايف. اسمحي لي قصدك. اللهم هذا منكر زعما، هذا الشيء زعما راه العجيب لاقيين هنايا في هذه الروينه. نتعلموا من الداخل، لبنى كذلك، كاملين العائله ديال السي محمد، وحنا معاه وغادي نبقاو واقفين معاه حتى التالي. حنا غادي نبقاو واقفين معاه. الصغيره اللي مع الدبا هي مسكينه، البنيته صغيره والنهار وياها تصرخ. شوف اختي مسكينه. حتى اللي بنساتو ولا مسكينه النهار وياها تقلب. شوف اختي. بشكشي باش لقات الحليب. واحد دخل السجن عنده خمسه الولاد صغار، ثلاثه عايشين معاه، وحده مازال طريف ديال اللحم في عمرها 3 شهور. مازال محتاجه با يكون حداها. صباح كله يا سبكي. سميتو سميتو وبغاتشتو. عرفتي منين دخل بابا للتلفازه بدات تبكي. البنيته تهربوا حتى خرجت. النهار اللي دخل بابا راه ما سكتش من البكا، وهي مولفه غتبكي غير على الماكله ديالها، هادشي اللي تتبكي عليه. ولفات وديما كيهزها، ديما كيلعب معاها. لا لا ماشي الاحساس، الاحساس. لبنى كتبكي وهي كتبكي. لبنى كتفرج. لبنى كتدمع. والبنت الدموع وصل لها حتى لهنا بوحدها مسكينه، ومسحلها ويوليو يهبطوا. هادي بنت في عمرها 3 شهور كترضع والدموع كيهبطوا من عينيها. باها داخل السجن وانتوما فرحانين. حنا كنتقوا الله، انا تقيت الله في هذيك بشرى اللي خرجت السجل ديالي، اقسم بالله العلي العظيم الى على قبل وليداتها، قسما بالله العلي العظيم. لان مكالمه دازت في الخاص راه كيعاقب عليها القانون، وانا قاصر ويتعاقب عليها. وتعاقب عليها، ولكن قسما بالله
عقبت اللي خرجها، ولكن قسما بالله الا درت على قبل وليداتها، ولكن الا ما حشموش والله حتى يترباو، والله حتى يترباو، لان انا مواطنه مغربيه وفاتت قاصر كنتحقر وكنتعرض للحقره، وبابا كيتعرض للحقره، ومجرد واحد زلت لسانه اصلا داكشي داروه مو فبراك، وما كملوش الفيديو حتى التالي، كون كملوا الفيديو حتى التالي لان بابا ما كانش كيضرب واقفه معانا، والقضاء داير شغله وكل شيء مزيان والحمد لله. ما بابا كان كيهضر في شكل، وهما حرفوا له الهضره ديالو في شكل، وبابا ما عرفش يهضر على راسو، وكل شيء تخلط، وداك الشيء تخدم له مزيان في داك الليله المباركه اللي داروها هما، تخدم له داك الشيء مزيان، فقهكم صحيح، فقهكم صحيح، برافو عليكم. ويحشموا دابا يشوفوا على الحاله ديالكم اللي في الدار مساكن، والام سمحي والام اللي جايه كتسوق بيديها عاديين. يلا فين هو هاد الموضوع هذا؟ شفتي شكون اللي شافها؟ كلشي شافها هنايا، كلشي شافها، انا شفتها وكلشي شافها. شفتيها؟